بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا النبي رسول الله نبي الهدى، صلاة نفوز بها في غدا ونسعد بها ونكيد العدا، صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرمدا، عدد الحصى والسرى والرمال وموج البحار وقطر الندى، وعدد شعر وريش الطيور وأنفاس خلق بطول المدى، وبارك عليه بتعداد ما ذكرنا من العد يتجددا، وألفي صلاة وألفي سلام على أحمد محمد نبي الهدى. صلوا على النبي يا جماعة، في يوم جديد في عرض جديد من مزرعة المعلم محمود رمضان. بصوا يا جماعة بالصلاة على النبي كده، اللي يشوف المال ده الأول يصلي على النبي في تعليق تمام، والشير في الغير في الخير بإذن الله. السلام عليكم معلم محمود. السلام ورحمة الله. الله يبارك لك يا باشا، ايه المال الطيب اللي انت مقدمه لنا النهارده ده بالصلاه على النبي؟ لك شويه بضاعه بالصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اهم حاجه المشاهدين تعمل ايه؟ اهم حاجه يعملوا لايكات. اللايكات يا جماعه عشان نجيب لهم الفخم. الفخم اللهم صل على النبي، صلاه على النبي، صلاه سيدنا النبي، فخمه اللهم صل على النبي. اللايكات يا جماعه ظهره بالصلاه على النبي، عرض بالصلاه على النبي على الميعاد الجديد في الدين. اللهم صل على النبي الجديد. العرض بتاعنا، العرض بتاعنا بنعرضه مره واحده جديد في الدين. العرض بتاعنا جديد ما بنعرضوش غير مره واحده. اللهم صل على النبي، صلاه سيدنا النبي. العنوان يا جماعه اشمون منوفيه عليه الصلاه والسلام. اللي بص على المال ده يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طب اديني رقم التليفون بتاعك كده. 010 110 110 81 88 6 88 6. الرقم مكتوب على الشاشه برضو يا جماعه للتواصل، الرقم مكتوب على الشاشه. اللهم صل على النبي، اللايكات اشتغلت. ها العنوان اشمون محافظه المنوفيه يا جماعه بالصلاه على النبي. اللايكات بالصلاه على النبي عليكم، صلاه سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. طب احنا عايزين بقى ناس عايزه، يعني شفت اللي بيقول لك حمار وحلاوه؟ حمار وحلاوه، حمار وحلاوه. اللهم صل على النبي. الله اللهم صل على النبي. اللايكات يا جماعه النهارده معايا هم بسم الله ما شاء الله خمس عروض، خمس عروض. اللهم صل على النبي، صل على النبي. اللهم صل على النبي. اول عرض النهارده، اول عرض خرفان كوره، اول عرض 10 خرفان. اللهم صل على النبي. العشرة بصلاة سيدنا النبي، صلاة سيدنا النبي. عد لنا العشرة، أول عشرة بصلاة على النبي. عشرة بيور، اللهم صل على النبي. بيور الريح والعظم والمزار، صلاة على النبي. ريح وعظم الخروف، أعلى ما أسد في الدنيا صلاة سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. ثلاث شهور تطلع دولت، بعد ثلاث شهور يطلعوا بإذن الله. ثلاث شهور تطلع صلاة سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. تطلع ده يا جماعة اسمه العرض رقم واحد، ده اسمه الاستثمار السريع بعد ثلاث شهور. اللهم صل على النبي. كم خروف اول 10؟ 10 بالصلاه على سيدنا النبي، بالصلاه على النبي 10. اهم حاجه تصلي على النبي، الصلاه على النبي. صلاه اللايكات يا جماعه والشير في الغير. اللهم صل على النبي. بص اللهم صل على النبي بتاع الغنم كده، هم كلهم اللهم صل على النبي حته واحده، ولا في واحد كبير ولا واحد صغير، هم كلهم كلهم زي العرض اللي فات، زي العرض اللي فات كله. كله شرطه واحده، الصلاه على النبي. غنم مظبوطه، اللي ياخد مننا حاجه يبقى يدعي لنا بس. اللهم صل على سيدنا النبي. اللايك يا جماعه، اللي يشوف المال ده يصلي على النبي يا جماعه، بالله عليكم اللي يشوف المال يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عنواننا اشمون منوفيه، ورقم مكتوب على الشاشه يا جماعه. اللهم صل على النبي، صلاه سيدنا النبي، بالصلاه على سيدنا النبي، صلاه سيدنا النبي. واسعار النهارده من تحت، واحد دعيت لك السلام الوحيد البحريه. اسعار النهارده من تحت، اللهم صل على النبي. طب ادينا بقى ايه النهارده من تحت سعر مثلا، يعني اول العشرة في بعض. العشرة يا جماعه انتوا اتفرجتوا عليهم، هم والله شرطه واحده. 10 خرفان ذكور، اللهم صل على النبي، صلاه سيدنا النبي. اللهم صل على النبي، صلاة سيدنا النبي، بالصلاة على النبي يكسب. صلاة سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام، صلاة سيدنا النبي. طب انا بسم الله ما شاء الله، اللي ياخد حاجه يدعي لنا. احنا عايزين السعر بقى عشان الناس مستنيين السعر. السعر اللهم صل على النبي، مفاجأة النهارده. اللهم صل على النبي، السعر النهارده مفاجأة. صلاة سيدنا النبي. ده العرض الثاني، ده العرض الثاني يا محمود. ده العرض اللي هينعرض رقم 2. اللهم صل على النبي، صلاة سيدنا النبي. بص كده عرض رقم 1 واكل وشرب. يا عم محمود صل على النبي. يا عم محمود انت بتبيع بالضمانه، عشان الناس بتقول ما فيش ضمانه، بتبيع بالضمانه اكل وشرب. تمام، بالصلاه على النبي ونظافه الخروف. اللهم صل على النبي، صلاه سيدنا النبي، الصلاه على النبي. حاجه تصلي على النبي، اللي يشوف المال ده يا جماعه يصلي على النبي، صلاه سيدنا النبي، يصلي على النبي يكسب، صلاه سيدنا النبي. العرض الاول اهو، العرض رقم واحد يا جماعه، 10 ذكوره بالصلاه على سيدنا، 10 ذكوره كلهم شرطه واحده، ما فيش ولا واحد كبير ولا واحد صغير، كلهم شرطه واحده. ثلاث شهور، ده الاستثمار السريع، ثلاث شهور يطلعوا. الصلاة على النبي، اصغر ما فيهم احلى ما فيهم، عشان ما نطولش يعني عن المشاهد، عشان ما نطولش على المشاهد ونقعد نلت ونرغي في الموضوع كتير. لا احنا بنضرب القنبله على طول. القنبله بتاعتي دول كام بما يرضي الله؟ 55، مش ب 55، لا 54 ولا الكلام ده، جاي لك من اول الفيديو. السعر من تحت، السعر من تحت. احنا عايزين كل واحد منهم سعر، معروف منهم سعر 5050، سعر 5050 ذكر منهم. اللهم صل على النبي، صلاه سيدنا النبي. 5050 يا جماعه. اللهم صل على النبي، صلاه سيدنا النبي. اللهم صل على النبي.
الصلاة على النبي. اصغر واحد فيهم اصغر ما فيهم احلى ما فيهم. اللهم صل. الناس بقى اشتغلت قلوبها يا عم محمود. اللهم صل على النبي. هات تعال تعال خش هتجيبك براحتك ولا يهمك. تعال تعال. اصغر خروف فيه. اصغر ما فيهم احلى ما فيهم يا جماعه. سعر الخروف 5050 جنيه. سعر الواحد منهم سعر الذكر اهو يا جماعه 5050. صلاه سيدنا النبي. الاستثمار السريع. ايوه هات هات لي واحد هنا كده. هات لي واحد كده بالله عليك يا محمود هنا. معلم محمود هات هنا. الصلاه على النبي. عارف الصلاه على النبي. صلاه سيدنا النبي. صلاه سيدنا النبي. اصغر ما فيهم احلى ما فيهم 5050. هو اطول منك. اللهم صل على النبي. صلاه سيدنا النبي اطول منك اهو. الكاميرا مش جايباه. اهم حاجه الاساس. ده اللهم صل على النبي عايز اليوم السابع يصوره. صلاه سيدنا النبي. اهم حاجه الاساس بتاع الخروف على المعادي. في نتايات يا جماعه. اللي بيقول في نتايات ولا ايه؟ في نتايات يا جماعه. اللي عايز ياسس اللي عايز ياسس اهو. صلاه سيدنا النبي. ده اللي عايز ياسس. اللهم صل على النبي. ريح وعظم على الارض. اللهم صل على سيدنا النبي. خد يا عم عادل. روح صل على النبي. ايوه ده قلنا العشرة يا جماعه. سعر الخروف 5050 جنيه عرض رقم واحد. عشان اللي يتصل يقول عرض رقم واحد. اي حد يتصل يا جماعه عرض رقم. صلاه النبي. صلاه سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ده عايز ندبح. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا جماعه. صلاه سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. صل على النبي. ثلاث شهور. اللهم صل على النبي. تطلع تطلع على طول. صل على النبي. وبرضه جرب للمشاهد في الاكل. اكل وشرب وبالضمانه يا عم محمود. قول لنا الضمانه. الضمانه اللي في عيب الشرع بتاعه. العلب الشرعي بتاعه اللي ما يلزمش لو بعد سنه بتاعه. اللهم صل على النبي. عنواننا ايوه يا جماعه. عنواننا اشمون منوفيه ورقم التليفون مكتوب على الشاشه للتواصل. 010 110 81 88 6. بالصلاه على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. عرض التفاح الامريكاني ده. الامريكاني التفاح الامريكاني. اللهم صل على النبي. اهو 10 برضه ولا كام؟ دولت 6. 6 بدايتهم ادي واحد. الوحش الاولاني ده. بالصلاه على النبي. يا جماعه بالله عليكم اللي شوف ده معلش انت مش هتغرم حاجه. صل على النبي في تعليق. اللهم صل على النبي. جاهز للذبيحة اهو. اللهم صل على النبي. السن بقى ايه؟ السنه. اوعى يكون كاسر اهو. اوعى يكون كاسر اهو. اللهم صل. لسه بيرضع فمه يا جماعه. لسه ده المنظور ده يا جماعه بيرضع فمه لسه. اللهم صل على النبي. شايفين؟ الصلاه على النبي. لبنيات كلهم. الغنم شبعانه. اللهم صل على النبي. الغنم صلاه سيدنا النبي. حاجه متاسسه. حط فلوسك في ارض سليمه في العمار. حاجه متاسسه. صلاه سيدنا النبي. دولت سته. دولت ست الكره. طب انا عايز اشوف. انا عايز اشوف. اللهم صل. انا عايز اشوف اصغر واحد فيهم. اصغر واحد فيهم هتقول. اللهم صل على النبي. صلاه سيدنا النبي. صل على النبي. اللهم صل على النبي. صلاه سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صلاة سيدنا النبي. اللهم صل. ده اصغر ما فيهم احلى ما فيهم. صلاة سيدنا النبي. عدي لي الستة بقى يا معلم محمود. ادي واحد يا جماعة. ده عرض رقم كام؟ اذبح رقم 2. عرض رقم 2 اسمه اذبح. اللي اتصل على العرض اسمه عرض رقم 2 اذبح. يا جماعة محدش يرن علينا غير بعد اللي بعد البث. بالصلاة على النبي. اللي عايز حاجة بعد البث كلها هنجيبها يتصل بقى. اللي يحتاج كل حاجة موجودة. عرض رقم 2 اسمه اذبح يا جماعة. بالصلاة على النبي. ادي واحد. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. بالصلاة على النبي. الستة قد بعض ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب النصيب. طب قنبلتك ايه النهاردة؟ اضرب السعر. اضرب السعر اللي بتسمعه وبتيجي تدفعه. انت بتغير؟ لا عندنا ولا بنغير ولا بنبدل. اللي بتسمعه بايه؟ اللي بتسمعه هو اللي بتدفعه. صلاة سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. صلاة النبي. صلاة سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. ادي كام دول؟ دولت ست. دولت ست. اللهم صل على النبي. هنطول برضه على المشاهد ونقول المفاجاه بتاعتي. طب المفاجاه. اضرب القنبله. اضرب القنبله في عرض رقم 2. عرض اسمه عرض اذبح. اذبح. عرض اذبح يا جماعه. اللهم صل على النبي. رقم 2 ست ست غرفان. اللهم صل على النبي. ذكوره لبنيات. مليين حاجه من الحلاوه. طب السعر بتاعك بقى القنبله هقول لك سعر 6000. اضرب القنبله النوويه. لا ما عندناش الكلام ده. مش موجود. دولت سعرها 5650. 5650. اللهم صل على النبي. سعر الخروف 5650. يعني طاين ذبح. اللهم صل على النبي دلوقتي. أهو. دلوقتي. اللهم صل على النبي. صلاة سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. صلاة سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. خد يا عم عادل. صلاة سيدنا النبي. لبنيات كلهم. 5650. 5650. صلاة سيدنا النبي. عم عادل. عنواننا اشمون منوفية يا جماعة. عنواننا اشمون منوفية. اشمون محافظه المنوفيه. محافظه المنوفيه. اللهم صل على النبي. صلاه سيدنا النبي. رمله لينجد. اللهم صل على النبي. صلاه سيدنا النبي. اهو صل على النبي. حاجه تدعي. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. عرض رقم 3. بالصلاة على النبي. 13 دقيقه. عرض رقم 3 13 دقيقه. مفيش ولا انتاي. مفيش ولا انتاي. اللهم صل على اول واحد فيهم. مش عايزين نطول على المشاهد. واحد اول واحد. اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه
10 11 12 13 13 صلاة على النبي، 13 صلاة على النبي، صلاة سيدنا النبي، صلاة على النبي. اللايك يا جماعة، والناس تعمل مشاركات، اللهم صل على النبي وصلاة سيدنا النبي. ده ده مشاركات ده ده عشان احنا بنجيب لهم البراون البيور يا جماعة، اللهم صل على النبي. ده مصدر تحسين السلالات في جمهورية مصر العربية عند المعلم محمود رمضان. انا بجيب البراون، صلاة سيدنا النبي اهو، خروف اهي، النظافة، نظافة خروف، حمار وحلاوة، صلاة سيدنا النبي، اللهم صل على النبي، نظافة خروف اهي، صلاة سيدنا النبي، البراون، صلاة سيدنا النبي، البراون، اللهم صل على النبي. انا بتاع البراون بس، النظافة. طب يا عم محمود صل على النبي عليه الصلاة والسلام، النظافة، الطرف والنظافة، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صلاة سيدنا النبي، حدمة خروفة، اللهم صل على النبي. الوش افتح لي بقه كده، الخروف ده بق ايه؟ افتح، لا افتح لي بقه، معلش افتح افتح بق ايه؟ افتح، اللهم صل على النبي. بق ايه يا عم عادل؟ اللهم صل على النبي. دي التفاصيل لازم المشاهد، المشاهد يبقى اكنه موجود معايا هنا، لازم ان هادي متابعنا، اللهم صل على سيدنا النبي. المتابع بتاعنا، هات يا ابن خروف، هات واحد، هات يا هات يا اكرم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا النبي، صلاة سيدنا النبي، هات صل على النبي. اللايكات يا جماعه والمشاركات عشان الفيديو يوصل، النظافه، النظافه اهي اللي تابعنا، دي نظافتنا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. المتابع بتاعنا لازم ياخد حاجه نظيفه، صلاه سيدنا النبي، ايوه اللهم صل على النبي، ارفع يا اكرم، روح صلاه سيدنا النبي، لازم يجيب حاجه، اللهم صل على النبي، صلاه سيدنا النبي. تعالى بقى على ال 13 بقى نبص عليهم، نديهم ال 13 بدايتهم من ضمن ال 13 دول، اول اثنين في العرض رقم 3 وامشي، عرض رقم 3، اول اثنين 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 صلاة على النبي، 13 صلاة على النبي، اللهم صل على النبي. برضو الاكل وشرب، اكل وشرب، المتابع بتاع الاكل، صلاة سيدنا النبي، لازم اخليه يشوف، اللهم صل على النبي، صلاة سيدنا النبي، اكل وشرب، صلاة النبي عليه، اللهم صل على سيدنا النبي، اكل وشرب، صلاة سيدنا النبي، خد يوم صلاة على النبي، اللهم صل على النبي. طب احنا ال 13 دول بقى، ال 13 دول، ال 13 دول بالصلاه على النبي، ال 13 دول واللي عايزهم عرض رقم 3 عشان ما تسترخصش، اسمه عرض ال 13، اه عرض ال 13، عرض ال 13، عرض ال 13، 13 ذكر بالصلاه، هقول سعره، طب اضرب القنبله النوويه بقى للكل، سعر بمرض الله، واللي هيسمعه ما تسترخص، اللي هيسمعه مالنا نضيفه كل حاجه، ما بنغيرش ولا بنبدل، اللهم صل على النبي. ده المصدر الرئيسي يا جماعه، الخرفان الرحماني في جمهوريه مصر العربيه. طب دلوقتي في حاجه متاح، اي كميات عندك، اي كميات متوفره يا جماعه، اعمل لك مزرعه في 24 ساعه، ولو عايز علفات وعلف وكله، علف وفماك وبجدان وكله، كله موجود، اعمل لك مزرعه في خلال 24 ساعه، صلاه سيدنا النبي. طب اضرب لنا القنبله بقى بتاعه 13 خروف، 13 يا جماعه، اسمه عرض ال 13، عرض ال 13 بالصلاه على النبي، خد يا عم عادل بالصلاه على النبي، صلاه صلاه سيدنا النبي، اوعى بس يكون خروف طرف تجيل منهم ولا حاجه، لا صلاه سيدنا النبي، اوعى يكون خروف طرف تجيل من ال 13، صلاه سيدنا النبي، ده اللهم صل على سيدنا النبي. يا جماعه الناس اللي بترن تتصل في اخر اخر الفيديو، مش بعد البث، مش 500 ولا 500، صلاه سيدنا النبي. طب هنقوله كان بمرض الله، صلاه سيدنا النبي، الواحد منهم ب 4600 جنيه، 4600 جنيه، اللهم صل على سيدنا النبي، ما تسترخصش، 4600 جنيه، صلاه سيدنا النبي، ما تسترخصش، بالصلاه على النبي، صلاه سيدنا النبي، بالصلاه على النبي، واللي مسترخص يرن عليك يا عم عادل، انت 4600 يا جماعه على على مسؤوليه، يجي يستلم خروف من خروف، يستلم بالفيديو، بالصلاه على النبي، بالفيديو، يستلم بالفيديو، يعني ياخدهم يجيب الفيديو كده، يجي يستلمهم واحد واحد محطوطينهم ب 4600 جنيه، 4600 جنيه، عرض رقم 3 اللي اسمه 13، بالصلاه على النبي، صلاه سيدنا النبي، خد يا عم عادل، بالصلاه على النبي، خد يا عم عادل، اللهم صل على النبي، غنم اهي، صلاة سيدنا النبي، انا ما هي 4600، اللهم صل على النبي، مفيش كده تاني، صلاة سيدنا النبي، مفيش كده تاني، اعلى ما اسد اللي ياخد مننا حاجه يدعي لنا بس، اللهم صل على سيدنا النبي، مش عايزين الا لايكات، اللهم صل على سيدنا النبي، لازم نعملهم مفاجآت، في مفاجأة كمان، يعني احنا في احنا في مفاجأة كمان هندخلها دلوقتي معانا اللي في العرض، اللهم صل على سيدنا النبي، كل يوم بعمل مفاجأة، دول بقى كم واحد 10؟ رقم 4 10، عرض عرض رقم 4 10، بالصلاة على النبي، عد كده معايا، تعالى انت هنا، اه جنبك اهو، تعالى انت هنا وصلي على النبي، صلى على النبي، ايوه فك كده الكلابيات ده، وصلى على سيدنا النبي، صلاه سيدنا النبي، اه يا جماعه حبيبي. ريح وحلاوه ونظافه، حبيبي صلاه سيدنا النبي، ده اللي اسمه البيور، حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله، روح ده اللي بيطلع من صلاه على النبي، صلاه سيدنا النبي، هات التاني، هات التاني، خش هات البراوي، قول له ده اللي بيطلع من 130، ده اللي بيطلع 130 كيلو يا جماعه، اللهم صل على سيدنا النبي، ما بينزلش كتير، اللهم صل على النبي، روح ما بينزلش كتير، صلاه سيدنا النبي اهو يا جماعه، صل على النبي، وحد الله يا مسلم، نظافه وحلاوه، صلاه سيدنا النبي، وحد الله، اللهم صل على النبي، ده اللي بينزل مره واحده،
ده اللي بيجي في الطيارات، ده اللي بيجي في الطياره، ده اللي بيجي في الطياره يا جماعه. اللهم صل على النبي. ده اللي بيجي في الطياره يا ظالم. صلاه سيدنا النبي. النبي عليه الصلاه والسلام. صلاه سيدنا النبي. عنوان اشموم منوفيه. العنوان اشموم محافظه المنوفيه بجوار الطريق الاقليمي. صلاه سيدنا النبي. ده اللي يطلع. اللهم صل على النبي. اللايكات يا جماعه. اللي يشوف المال ده يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي يطلع 130 و140 صلاه النبي. وقفنا في العلفه صلاه سيدنا النبي. اكل وشرب. اللهم صل على النبي. والله ما في كده. دولت 10 عرض رقم 14 10 خرفان. 10 خرفان. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صل على النبي. صل على سيدنا النبي. بص اللهم صل على النبي. صلاه سيدنا النبي. صل على النبي تكسب عليه الصلاه والسلام. صلاه سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. نظافه. اللهم صل على النبي. صلاه النبي. اللي ياخد مني كبير صغير يدعي. طب العشرة دول بما يرضي الله. العشرة دول بما يرضي الله. عايزين السعر بقى مش من تحت الركبه، عايزه بقى من الحفر من تحت. هاتوا من الارضيه من تحت. صلاه سيدنا النبي. انا مفرج المتابعين كلك. اللهم المتابع يشوف لا المتابع كانه واقف موجود معاك هنا. المتابع انا جايبه في الكاميرا. ده سواح. النظافه هم كلهم ما شاء الله نظافه. ما في واحد كبير ولا واحد صغير، كلهم شرطه واحده. مقاس مقاس واحد. اللهم صل على النبي. براون. صلاه سيدنا النبي. اهو صلاه سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. صلاه سيدنا النبي. بيور. اللهم صل على النبي. والله بيور. صلاه سيدنا النبي. يمين الله بيور. صلاه النبي. صلاه النبي. اللهم صل على النبي. أهو. ده التفاح الامريكاني يا جماعه اللي بيجي في الطياره. 800 ولا 4900 ولا الفيلم ده. طب بكام بمرضي الله؟ بمرضي الله. 4250. 4250 سعر الخروف يا جماعه، يعني سعر الخروف 4250. 4250. نظافه وحمار وحلاوه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. يعني دوت عم عادل 4250. وريني. اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. حد يوريني مال من ده. الصلاه على النبي. حد يوريني مال من ده. صلاه سيدنا النبي. ده اللي بينزل مره. اللهم صل على النبي. يا جماعه هنا في المصداقيه وهنا في الامان. عزت اي حاجه حول فلوسك على فودافون كاش وصلك العرض. وقبل ما بيوصل بيصور لك بالتليفون اكنك موجود. صلاة سيدنا النبي. يا معلم محمود اي كمية متوفرة؟ اي كمية؟ اي كمية متوفرة. اي كمية. اللهم صل على سيدنا النبي. اي كمية متوفرة. انا بس مش راضي اعرض كل الغنم عشان خاطر المتابع. اللهم صل على سيدنا النبي. ما يزهقش من ما يزهقش. دلوقتي اربع عروض. عرض اول وثاني وثلاثة اربع عروض. وفي مفاجأة في الاخر. في مفاجأة في الاخر. اللهم صل على سيدنا النبي. صلاة سيدنا النبي. اربع عروض بس. اللهم صل على سيدنا النبي. اللي هيردنا عايز 1000 من العرض الواحد اجيب له 1000 من العرض الواحد. صلاة سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. وانا بالصلاة على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. انا ما تعالى بقى هنا بقى دي المفاجأة. الصلاة على النبي. صلاة سيدنا النبي. خد يا عم معايا. خليكم معانا يا جماعة عشان في مفاجأة في الآخر الفيديو. خد يا عم الصلاة على النبي. دولت فيهم نتايات؟ هم كلك نتايات. صلاة سيدنا النبي. اللي عايز يأسس مزرعة بقى صغيرة بالصلاة على النبي. 10 نتايات. طب دولت يا معلم محمود اللي زي دي كده. تعشر بعد قد إيه؟ دي؟ آه. دي كبيرة تعشر بعد 3 شهور. 3 شهور. اللهم صل على النبي. دي 3 شهور بالظبط تعشر. 3 شهور دي تعشر بإذن الله. 3 شهور بالظبط. اللايكات يا جماعة. صلاة سيدنا النبي. يا عم عادي. اللهم صل على سيدنا النبي. يبقى فيها بذره بس. صلاه سيدنا النبي. يبقى فيها بذره. يبقى فيها بذره بتنطق رقم تاني على طول. فلوس. الفلوس. يبقى فيها بذره. اللهم صل على سيدنا النبي. طب لو حد واخد غنم شكل دي وعايز يحميها ينفع يحميها؟ لا. الله ينور عليك. لازم تنصح المشاهد. هو حد حمى خروف. خد يا عم عادل. اللهم صل على سيدنا النبي. احنا برضه بننصح على واحد بيقول لك انا هحميه ومش عارف اديله دش والكلام ده. لا يا حبيبي. لا مفيش الكلام ده. اللهم صل على سيدنا النبي. 10 نتايات. 10 نتايات. عرض رقم 5. 10 نتايات. العرض العرض الاخير. اللهم صل على النبي. صلاه سيدنا النبي. تفاح امريكاني. طب في قلب بعضهم كام يا معلم محمود؟ دولت في قلب بعضهم؟ في قلب بعضهم. مش هقول لك 4000 والله. اللهم صل على سيدنا النبي. والله ما اقول لك. يعني الكبيره دي مش ب 4000؟ اهو. لا. اللهم صل على النبي. 4000. اللهم صل على النبي. 4000 ديت عند الناس الكذابه عم معاك. صلاه سيدنا النبي. يا جماعه رقم التليفون مكتوب. رقم التليفون يا جماعه مكتوب على الشاشه. اللهم صل على سيدنا النبي. ودولت 10 نتايج. خدمه التوصيل. واحد بيقول لك خدمه التوصيل. خدمه التوصيل متاحه. متاحه لل 27 محافظه. متاحه لل 27 محافظه. خدمه احنا جنب الاقليم يا جماعه. لو بصوا لو بصيتوا شويه كده الاقليم اهو. اهو انا جايب لكم الاقليم على طول. يعني بصوا الغنم هات والاقليم قدامها. الاقليم فوق الباب. معدي من فوق الغنم. الاقليم معدي من فوق الغنم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ما حدش يرن يا جماعه لما نخلص البث. واللي عايز حاجه كل حاجه متوفره. اللهم صل على النبي. نظافه بقى. نظافه المال. صلاه سيدنا النبي. اهم حاجه من الفلوس والسعر. نظافه المال. نظافه المال. ومش هقول لك ب 4000. اللهم صل على النبي. والله ما انا جاي لك ب 4000 خالص. صلاه سيدنا النبي. هات المصحف. ما انا جاي لك ب 4000. 10 نتايات يا جماعه. اللهم صل على النبي. هات المصحف. ما انا جاي لك الكلام ده خالص. صل على النبي. ده عرض رقم 5 يا جماعه. عرض رقم 5. نتايات. توصيل متاح لل 27 محافظه. دولت. اللهم صل على سيدنا النبي. دولت 10 نتايات. 10 نتايات يا معلم محمود. 10 نتايات من الاخر. 10 نتايات. مش هقول لك 3 ونص.
بما يرضي الله اضرب القنبله فيه. والله ما اقول لك 3.5 بكام؟ 3.250 اخر سعر؟ اخر سعر. الصلاه على النبي. واللي هتسمعه 3.250 للواحده. اللي هتسمعه الجوز منهم ب 65 100. الجوز فيهم ب 65 100. اللهم صل على النبي. 65 100. صلاه سيدنا النبي. 6.5 الجوز. 6.5. اللهم صل على النبي. 6.5 الجوز. اللهم صل على النبي. الصلاه على سيدنا النبي. في داعي المحاسن. اللهم صل. 3.250. 3.250. 6.5 سعر النتاية يا جماعة. 6.500 جنيه سعر النتاية. والضمانة يا عم محمود. الضمانة عندك. أكل وشرب ونظافة. اللهم صل على سيدنا النبي. يشيل حنكة من الطلع صاحبها ما يحاسبش عليه. اللهم صل على النبي. والله اللي يشيل حنكة من الطلع صاحبها ما يحاسبش عليه. اللهم صل على سيدنا النبي. احنا جماعه جايين هنا عشان تعرفوا اللي فيه مصداقيه وفي امان. معانا يا معلم محمود. استنى عشان المعلم الاستاذ احمد سمير عايز يطلع معانا في البث. اللهم صل على النبي. الاستاذ محمد. يا السلام عليكم استاذ محمد. يا جماعه والله انا جاي لقيته. يعني انت اول مره تيجي هنا يا معلم يا استاذ محمد؟ اول مره اجي امبارح على العرض اللي كان تم امبارح. اللهم صل على النبي. اللي انت حجزته وجيت عليه اللي كان يوم الخميس. كان يوم الخميس. كان يوم الخميس تمام. وجيت اللي انت جيت شفته ولا احنا لينك مغيرين ولا مبدلين في حاجه؟ لا والله مش مغيرين ولا مبدلين في اي حاجه. وبعدين اللي انا عايزه كمان خدته. طب وفي الامان هنا؟ الامان لا انا جيت على المنشور وجيت عليه لقيته. اول مره تيجي؟ انا اول مره. اول مره تيجي؟ ما جيتش قبل كده. معلم محمود. طب ولقيت هنا فين اللي انت شفته؟ اللي جيت لقيته. ولقيت احسن منه كمان بفضل الله. لقيت الحمد لله في جديد. يعني في مصداقيه وفي امان عشان الناس اللي في ناس بتيجي من الصعيد وناس هنا فبتخاف تيجي. لا والله والله انا ذات نفسي يا جماعه انا اول مره اشوف الراجل قسما بالله. فعشان المصداقيه والامان اها اها اول مره اخر صاحب الحاجه اهو. والله قسما بالله انا جاي على الوصف. على واشتريت الحمد لله. اشتريت وبارك لي والحمد لله. على البون وخدمه التوصيل عليه. خدمه التوصيل موجوده يا جماعه ما فيش اي مشكله. واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ماشي. طب يا معلم محمود رجعنا لعرضنا تاني. العرض اللهم صل على النبي. اي حد محتاج اي حاجه اللي يشوف المال ده يصلي على رسول الله. خد يا عم احط صور انت. والله اللي يشوف المال ده يصلي على رسول الله. يا سيادنا يا سيادنا اللي يشوف المال ده يصلي على رسول الله. ادي اول 10 اهم. ادي اول 10. 1 2 3 العشرة الاولانيين. اللهم صل على سيدنا النبي. خد يابا. صل على رسول الله. صلاة سيدنا النبي. البيور يابا. هتقول البيور. صلاة سيدنا النبي. أهم حاجة تصلي على النبي. الصلاة على النبي. والله ما عايزين إلا الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا والله النبي. والله ما عايزين إلا صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. خو. والله ما إحنا عايزين إلا اللي يشوف مالنا يصلي على النبي. ده عرض ده عرض اذبح ده. ده عرض. صل على النبي تكسب. اللهم صل على النبي. شوف المال كده صحه سليمه. اللهم صل على النبي. اهم حاجه الصحه سليمه. صل على النبي. عرض اذبح يا جماعه. عرض اذبح عشان الناس اللي لسه داخله معانا. معلم محمود عرض اذبح هنقول الاسعار تاني على السريع. الناس لسه داخله. اصل احنا بس مباشر مش فيديو. اللهم صل على النبي. ماشي ماشي. العرض التاني مش هنطول. خلاص يا جماعه احنا مش هنطول عليكم. اللي عايز كل التفاصيل فاول العرض. التفاصيل رن على التليفون. والرقم مكتوب على الشاشه. اي استفسار اي حاجه. تمام ماشي. انا وريته المال بتاعه. كل حاجه موجوده يا جماعه. وريته خلفان. اللهم صل على النبي. اللي يبص على البث الكميات الكميات موجوده. واي حد اي كميات موجوده. اي كميه. عنواننا اشمون محافظه المنوفيه بجوار الطريق الاقليمي. 010 رقم التليفون 010 110 110 81 88 6. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.